السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم معنا سيارة إيطالية اللي هي 2015 المازيراتي الغبلي. المسمى فيه عليه خلافات، الوكالة يسمونه الجبلي، الإنجليز الجبلي، بس أنا أرى أن ممكن أقرب للحقيقة اللي هو الغبلي. طبعا السيارة إيطالية، تصميم والتجميع إيطالي، مسمى الغبلي ما هو جديد. فمع المازيراتي من 67 كانوا منزلين سيارة كوبي بابين، بس 2+2 seats اللي هم فيه 2 seat في الخلف صغار. بعدين وقفوا فترة، ب 92 نزلوا الغبلة الثانية نفس الشيء بابين، كان فيها 2+2 seats، ثم نوقفوا فترة طويلة. بال 2013 أعلنوا عن الغبلة بس مختلفة كليا، صارت 4 أبواب، وصار منها 3 فئات، الغبلة والغبلة اس والغبلة الاس اللي هي الكيو 4 اللي هي الدفع الرباعي. من ناحية التصميم ومن ناحية الشاسيه نفس اللي بالكواترو بورتي، بس هذه أقصر بعشرين سنتي وأرخص. طبعا السيارة هذه نزلتها مازيراتي علشان مثل ما يقولون أنها ترفع مبيعات السيارة. الإيطاليين يتعبون بالتصاميم من برا ومن داخل، فتلقى تصاميمهم يعني حلوة. أنا شخصيا التصميم الجديد ما أقدر أقول عليه أنه يعني حلو أو أنه رائع زي الكواترو بورتي اللي قبل، اللي هي كانت 2008 2009 2010، كانت هذيك جميلة بشكل غير طبيعي. الأخيرة هذه اللي هي كواترو بورتي الحالية والغبلي يبيلك فترة على بال ما تتعود عليها. يا حياكم الله في أول حلقة مع يوسف في البرنامج الجميل، ان شاء الله راح يكون في حلقات ثانية، لكن اول حلقة كانت استفتاء بالسيارة الايطالية اللي هي المازيراتي غبلي. تجربتي للسيارة، انا بالنسبة لي انا احب الجراند توريزمو صراحة، لا صوت ولا شكل، لانه نفس ستايل المازيراتي القديم، جميل جدا حلو. الشكل الخارجي حلو ممتاز، بس انا بالنسبه لي افضل الجراند توريزمو حلوه. من داخل راح تلاحظ الجمال والفخامه الايطاليه، والفخامه الايطاليه معناتها انه يكون كل شيء بسيط، ما راح تلقى فيه تعقيدات داخل السياره، ما في ازارير كثير، الخشب تلقاه بكل مكان، تلقى الكروم، تلقى الكربون فايبر، الجلد، الامور هذه. السياره اللي معنا اليوم عليها الكربون فايبر باكيج، والالوان من داخل اللي هم خلطين بين الاسود والاحمر، من برا لونها ابيض، قمه الروعه، يعني سياره جميله من داخل ومن برا. من داخل الماتيريال حقتها جميله جدا، يعني انتم لو شايفين السياره اللي احنا فيها الحين لونها الداخلي رائع صراحه. نجي الوزن، السياره وزنها 1800،
وعشرة تقريبا. الأوزان هذه بدون الأوبشنز كستاندرد. الدفع الرباعي اللي هي الكيو 4 فيها زيادة 60 كيلو علشان سالفة عندك دفع أمامي مع السيارة وهي دفع رباعي. الكيو 4 اللي معانا اليوم طبعا مثل ما قلت هي دفع رباعي، ولكن أغلب الوقت هي دفع خلفي. إذا صار فيه ضرورة أو احتاجت السيارة مثلا شافت أنها راح تزلق، تشتغل الأمامية والخلفية مع بعض بس إلى 50%، يعني ما راح تشتغل الأمامية 100%، يعني 50% مع اللي وراء. الوزن شوي نوعا ما ثقيل إذا بنتكلم على سيارات سبورت، ولكن مثل ما يقولون يعني من خلف المقود من خلف الدركسون السيارة تحسها ما شاء الله يعني حية حركة وتحسها نشيطة السيارة. طبعا بالسبورت مود الويت ديستريبيوشن بالسيارة اللي هو معدل وزن السيارة بين المحور الأمامي والخلفي بالستاندرد والغبلي اس، او خلنا نقول اللي دفع خلفي 50-50، اللي دفع رباعي اللي هي الكيو 4 اللي معانا اليوم 51% قدام و 49% ورا. طبعا مثل ما راح نعرف ان 1% الزياده اللي قدام اللي هي علشان الدفرنس الامامي او العكوس الاماميه. ماكينه السياره واحده فيهم كلهم، يعني الستاندرد 330 حصان 500 نيوتن متر اللي هو التورك، تطلع للاس والكيو 4 410 حصان، وعندك العزم صار 550. تسارع الستاندرد اللي هي تصير 5.6، الاس تسارعها 5 سكند، الكيو 4 اللي معنا اليوم تسارعها 4.8. ان شاء الله نجربها اليوم ونشوف هل هذه الارقام قريبه من الواقع او لا. طبعا بالرياض راح نجربها ان شاء الله، احنا مرتفعين على سطح البحر تقريبا 600-700 متر، فهذا شيء اكيد انه راح ياثر على تسارع السياره. نشوفها ان شاء الله مع بعض. حجم الانجن اللي هو الفي 6 3.0 تيربو تشارجر، فما راح تحس انه فيه اللي يسمونه التيربو لاج، انك تدوس بنزين بعدين السياره تنتظرها على بال ما تتحرك، يعني مجرد انك تدوس البنزين السياره ماشيه معاك قريبه الى حد ما من الناتشرالي اسبريتد. بصراحه المزاراتي بعد تجربتي لها عرفت ان الايطاليين ما لهم حل من ناحيه والانجن. طبعا ما في اي كلام، يعني عندك 6 سلندر تعطيك الباور الجامد هذا صراحه عدام عليه. السياره طبعا ستاندرد يجي عليها ستاندرد سسبنشن، تقدر تطلب اللي هو الادابتيف اللي هو سبورت، يصير فيه النورمال ويصير فيه سبورت، والسياره تنزل سنتي عن السياره العاديه. السياره سبورت تقدر انك تستخدمها بشكل يومي، يعني مو بالقساوه اللي تحس ان السياره جدا فيها اصوات وتحسها ثقيله معك في المطبات. السياره سموث في شوارع الرياض خاصه، ما تحس بالقساوه اللي فيها رغم انها متماسكه. طبعا كسياره رياضيه في اوبشن، يعني الكل يفضل ويتمنى انه يكون موجود بالسياره، مثل ما قلت انا بالكايمن جي تي اس انه للاسف انه اوبشن اللي هو الليمتد سليب ديفرنشال. السيارة هذه موجود ستاندرد، فهذا يخلي لك تسارع السيارة يكون جدا حلو على الكيرفز. إذا بتروح فيها حلبة مثلا يكون أداء السيارة ممتاز. الدركسون اللي فيها طبعا هم حاطين اللي هو تراديشنال اللي هو الهيدروليك، ما صاروا زي السيارات الثانية اللي هو الإلكترونيك، فالفيلينج فيه حلو وتحس في يعني نوعا ما تحس شوي بالإيش قاعد يصير في الطريق مثل ما نقول. هل هو أكيوريت يعني 100%؟
في شويه يعني لما احرك الدركسون بالطريقه هذه تحس انه في شويه فراغ. ممكن حاطينه كسيفتي ان السياره هذه ممكن تكون يعني عائليه شوي، ما هي رياضيه مثلا 100%، بس اداءه يعني جدا ممتاز، يعني تحس انك كونكتد مع السياره. طبعا حطيتها على سبورت على النورمال مود، غيرت السسبنشن نورمال وسبورت. الدركسون حسيت انه يعني ما تغير ذاك التغير الرهيب. توب سبيد بالمزراتي عادة انها تصدم الناس اللي ما يعرفون السيارة، فالتوب سبيد في هذه السيارة 285. طبعا العداد يبين عندي 310، ممكن توصل 300. الجير اللي في السيارة هذه اللي هو جير واحد اللي هو 18، والتغيير فيه ما شاء الله يعني سريع. الجير نفسه عصا الجير جويستيك قريب من البي ام، بس هذا شوي يعني في خطوات زيادة عن البي ام. البي ام يعني أسهل من اللي موجود بالمزراتي. طبعا لما تعرف أن السيارة إيطالية والتصميم والشغل اللي عليها من فراري، والإنجن بالذات اللي موجود فيها هو من تصميم فراري، الإكزوست اللي راح تسمعه خصوصا في الاس موديلز راح يخليك تفكر بالفراري فعلا. يعني صوته جدا روعة مع ان الماكينة صغيرة، بس انهم اشتغلوا شوي على الإكزوست. طبعا ما هو بهذاك المزعج اللي ممكن اقول عليه، ممكن اقارنه باللي شفناه بالكايمن جي تي اس، بس انك يعني بالعادة تسمع التون حق الإكزوست. طبعا المزراتي معروف في صوت الاكزوست جدا قوي وجميل، صوت طربي. يعني اتوقع اذا تاخذ مزراتي انسى موضوع المسجل، لا تاخذ مسجل في السياره، قفل موضوع المسجل، خليك على الاكزوست. دايم شيء جبار. الجنوط اللي تجي على السياره 19 20 21، عندك الأمامية حجمهم أو عرضهم واحد 245، الخلفية الغبل الستاندرد 275، الاس والكيو فور 285. فهذا الشيء إنه يساعد السيارة تكون ثابتة، وطبعا هذا طبعا راح يزيد عليك الكوست، لأن إذا بتطلع على مثلا 21 راح تتعب شوي مع الحفر والمطبات، فتلقى نفسك راح تغير كفرات او التواير كل سنه ونص سنتين بالكثير، اذا انك يعني تبغى تكون بالسيف سايد وتبغى تمشي بالسياره وتبغى انك تحس بالامان. التصميم الداخلي العدادات فيري سمبل، ما فيها اي تعقيد، واضحه جدا. مع ملاحظتي فيها ان حسيت العدادات ما هي جايه جهه السواق، يعني لما تشوف العدادات تحسهم شوي واحد رايح يمين واحد رايح يسار. لما نجي بالوسط راح نلقى الشاشة كبيرة تاتش، ما في عليهم أزارير إلا في زرين يمين ويسار. التحكم فيهم شوي سهل، بس هل هي الشاشة اللي توصل يعني المستوى المزراتي؟ أنا شخصيا أشوف أنه لا، يعني احسها يعني اقل وسمبليفايد زياده عن اللزوم. عندك فوق حاطين ساعه، حركه شوي حلوه انها ساعه انالوج، يعني الترند الان صارت كل السيارات يحطوا لك الانالوج. الكونسول الوسطي ما في شيء، يعني ما في الا زرير السبورت وزرير السسبنشن انك تطفي تراكشن. الدركسون عادي، ما احس فيه يعني هذيك التعقيدات، او ان احس انه يعني مور ادفانسد زي اللي نشوفها مثلا بالبي ام الام كارز. الكراسي اللي ورا ضيقه، فانا ممكن اسمي السياره هذه اللي هي الكواترو بورتي اللي هي الشورت، لان الكواترو بورتي لما تركب فيها راح تلقى انها من ورا ما شاء الله شرحه، فهذيك تعتبر يعني اللارج. بالنسبه للفخامه من داخل الماتيريال حقتها جبارة جدا، يعني نوع الجلد نوع الكربون فايبر اللي عليها
الشاشة، العدادات، ما في أي كلام عليها. المرايا الجانبية والمراية اللي في الوسط كبيرة، وأنا أشوف أنها كبيرة بزيادة عن اللزوم طبعاً، لأن في أوروبا عندهم الآن بدأوا يشتغلون على ستاندرد النوز، السيارة لازم يكون طويل فور سيفتي، المرايا تكون كبيرة. بس يعني المرايا ممكن أنك تكبرها بحيث أنك تشتغل شوي على المرغز اللي فيها، ما هو معناته أنك تكبر المرغز. فهم شوي يعني حسيت أنهم شوي يحجبون الرؤية. اللي بالوسط يعني فعلا كبيرة، وإذا شفتها راح تلقى أن نفس التصميم اللي ممكن تشوفه بالألفا روميو، لأن هم ألفا روميو والمازراتي والفراري كلهم تحت شركة واحدة تملكهم اللي هو الفيات، شركة كلهم سيارات إيطالية. طبعا في تعاون بينهم وبين كرايسلر بأشياء بسيطة، يعني بعض الأجزاء اللي موجودة بالإنجن تصنيعها مصنع كرايسلر، بس التجميع والتصميم والأشياء هذه كلها في إيطاليا، فالسيارة صناعة إيطالية. أي سيارة النوز يكون شوي طويل، خصوصا من الكفرات اللي قدام إلى الصدام يكون شوي طويل، يعني يبيلك تنتبه إذا عندك إذا بتنزل في باركينج يكون تحت الأرض مثلا بالمجمعات، أو إذا أنك بتوقف وفي رصيف تحرص أن السيارة ما يعني وجه السيارة من تحت أنه ما يدق الرصيف. فإذا بتنزل نفس الشيء، يعني لازم أنك تأخذ الحذر. بس أن هذا الشيء أنه يعني يعد السيارة منظر جمالي غير طبيعي. نتكلم الآن عن البريكس. لما تتكلم على سيارة سبورت، سيارة رياضية، تتوقع البريكس اللي فيها تكون يعني جدا عالية في الأداء، فتتوقع الأمامية راح يكون فيها 6 بساتم والخلفية فيها 4 بساتم، وهذا الشيء فعلا موجود بالغبلي اس والكيو 4. عندك الحجم الأمامية الدسكات 360 وحجم الدسكات الخلفية 350. طبعا إحساس البريك، يعني لما تدعس البريك نسميه الناشرال، يعني تحس انه طبيعي، ما هو النوع اللي تحس انه يعني very sensitive، انه بس ترفع رجلك من البنزين تمسك البريك على مهل ان السيارة فجأة تفز وتمسك، لا، ولا هي بالنوع اللي يسمونه الدايفنج اللي هو انك تغطس تمسك بريك، لا، تنزل للأخير عشان السيارة تمسك بريك. السيتنج بالسيارة فعلا تحس انك أنزل، الرؤية من جميع الزوايا ممتازة، يعني الدرايش اللي فيها ما هي من النوع اللي الهيوج، بس بنفس الوقت ما تحجب عليك الرؤية، فتقدر تشوف من جميع الزوايا، ما عندك أي مشكلة. الشنطة الخلفية أو الدبة الخلفية حجمها معقول، يعني كسيارة وسط حجمها ممتاز، يعني ما راح تتوقع أنك تأخذ سيارة وسط حجم الغبلي وتاخذ شنطه زي مثلا الكواترو بورتي اللي تعتبر الكواترو بورتي مع 7 سيريز والاس كلاس بالمرسيدس. اسعار قطع الغيار لحظه اعداد هذا الفيديو
السؤال اللي يخطر في بالي، ما أدري ليش أنا ألاحظ أن فيه أشياء يعني متشابهة بين السيارة هذه وبين الجاكور. اللي آوت حقت العدادات فيها شوي من الجاكور، الدركسون أو السكان شيء بسيط. الشيء اللي نفس اللي بالجاكور اللي هو السبيد وارنينج، نفس اللي موجود بالجاكور. يعني احنا ممكن نجرب الان، فراح واحد طبع لنا في الخط نفس اللي موجود بالجاكور. طيب الجاكور نقول عليها تمتلكها شركة تاتا الهندية، المازراتي تمتلكها فيات. يعني ما لقوا صوت غير صوت هذا. طبعا صوت البوري اللي نسميه او الهرن صراحة ما هو حلو، حسسني ان يعني حق كابرس القديم. الحلو بالمازراتي ان السيارة كستمايزد، فتقدر انك تروح الوكالة تحط الاوبشنز اللي على مزاجك، تفصل السيارة على كيفك، والماتيريال اللي موجودة نوعية الجلد الخشب الأمور هذه يعني ما في عليها أي نقاش، فخامة إيطالية، فتحس السيارة أنها فعلا على ذوقك. الأوبشن اللي يصير بالعادة اللي هو العلوي هذا اللي هو يسمونه الكنتارا يعطي السيارة فخامة وحلو، بس يبيله شوية اهتمام من ناحية النظافة، يبيله تنظيف من فترة لفترة لأنه يمسك الغبار. وأغلب السيارات الفخمة اللي زي كذا الأوبشن ما يجيك على طول، يكون على الأوردر لأنه تصير مبالغها عالية. يعني لو صار لو أعطاك كل الأوبشن اللي موجودة فيها السيارة تتعدى فوق 500,000. يعني أتوقع ما في بعض الأوبشن اللي ناقص في السيارة ممكن إنك أنت تضيفها إذا عندك مبلغ زيادة. تقييمي للسيارة على فئاتها أتوقع ممكن أنها تأخذ 8/10. حلوة السيارة، وأتمنى اللي بيقدر إنه يشتري السيارة يجربها بالأول، يمكن يستأجرها أو يأخذها درايف تيست، يشوف السيارة قبل لا يحكم عليها، يشوف هل تناسب على وضعه. في ناس يأخذ سيارة ممكن زي السيارة هذه قوية جدا، في ناس مو محتاج الباور هذا كامل أساسا، فانت خذ الاحتياجات اللي انت تحتاجها بالسيارة، اطلب الطلب اللي انت بيه، جرب السيارة قبل ما تشتريها واستمتع. يعني انت في الاول والاخر قاعد تسوق مزراتي، ما اتوقع انك راح تشوفها كثير ان شاء الله. نرجع لمربط الفرس اللي هو بنفس القيمة ايش راح اخذ سيارة، المرسيدس ولا البي ام ولا المزراتي. بالنسبة لي جرب قبل تشتري، كل واحد ذوقه ومزاجه صراحة. هذه الانجن والصوت راح اخذ مزراتي، بس كشكل طيب احنا جربنا السيارة تقريبا لمدة يومين انا والشباب ابراهيم واحمد يعطيهم العافية، وكل واحد اعطى رايه في السيارة. خلنا نقول اول شيء السعر. سعرها يبدأ ستاندرد ب 300، طبعا توصل حسب الاوبشنز اللي عندك الى 500,000 ريال سعودي تقريبا. الضمان 3 سنوات، مفتوح الكيلومترات، شامل الفري سيرفيس إلى 60,000. طبعاً السفايف أو الفحمات تتغير مرة واحدة على حساب الوكالة. مقارنة أو نقدر نقول منافسين السيارة القويين اللي هم المرسيدس سيلس، الإي كلاس، البي أم الفايف سيريس، السكس سيريس الجراند كوب، عندك الأودي الـ A7 الـ A6 الجاكور الـ SF، كلهم سيارات حلوين، بس هذه السيارة الوحيدة الإيطالية. يعني الباقيين جيرمنز، وعندك الجاكور بريتش، هذه الإيطالية. الصوت بهذه يمكن أحلى واحدة فيهم كصوت.
سعر تقريبا كلهم قريبين من بعض، يمكن الاكس اف ارخص شوي، بس ادائها يعني معقول. ما نقدر نقول ما نقدر نقول انها سياره يعني سوبر كار. الاشياء اللي ممكن الشباب علقوا عليها او انا ممكن اني اضيف لبعض الملاحظات الغريبه شوي، اللي هو التشغيل. يعني حاطين التشغيل باليسار يعني كانها سبورت كار، بس انه بوش بوتن، موقعه مو حلو. عندك الشغله الثانيه اللي هي الشاشه والنافيجيشن والازرار اللي تحته، بالنهار ما هي واضحه شوي، وازرار المكيف الازرار صغار يعني ممكن تخربط بين زر وزر. بالنهايه مازراتي سياره كشركه، تكلم على شركه من 1914، يعني تكلم على تاريخ. فلما تشتري مازراتي انت تشتري براند، تشتري ماركه. اذا والله انك شخص تبغى سياره عمليه وسياره يعني تشغل وتمشي، السياره هذه ما هي لك. اذا انك شخص ذويق وعندك يعني حس ونكهه للسيارات، انك تبي تسوق سياره فعلا على ذوقك، السيارات الايطاليه يعني لا يولى عليها. اتمنى الحلقه هذه انها تكون مميزه، بما ان اضفنا عليها ابو حميد وابو خليل يعني شاركنا في كم حلقة. إن شاء الله تكون عجبتكم، ونعدكم إن شاء الله في الحلقات الجاية بسيارات سبورت وسوبر سبورت تعجبكم. فما الله. السعفة الذهبية. السعفة الذهبية. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. تابعونا إن شاء الله في رمضان في مسلسل منه وفينا على التلفزيون السعودي، ونشوفكم إن شاء الله على خير، وفي سيارات سوبر سبورت تفجير. بيس. بالنسبة ومثلا بدون بالنسبة، ترى كثرت بالنسبة والله. شوف لك كفية طول ذا. نرجع لمربط الفرس. لا جبنا نرجع، شو نرجع إلا على الكلمة هذه يا أخي. أدائك يا إبراهيم شين. لا أدائك داية والله. ولا يا أحمد بالنسبة لي عشان انا عندي ما اراكب. انت حلو في البداية، بدايتك روعة، بداية ممتازة، بس بعدين قلبت بداية حلو، بس بالاخير بداية ممتاز باخذ تكون شكلها باين. سيارة متماسكة جدا، كنت متفاجئ جدا في تماسك السيارة. السيارة متماسكة جدا واللي فيها، رغم انها متماسكة سبورت فعلا متماسكة، السيارة متماسكة جدا. يخوني التعبير، السيارة سبورت، انت قاعد تسوق سيارة سبورت بنكهة سيدان. عطهم هنت على المسلسل اللي قاعد تسجل. ايش الطالع؟ والله العظيم ما ادري. مكان ثاني ابراهيم، خليك تتوهق مكان ثاني. خليك تتوهق ولا ما خرجت؟ والله ما ماشي. شغالة يا ابوي. تفضل. انزل 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 انزل